شيخنا أحسن الله إليك، سؤالين بس فقط نختم بهذا. شيخ أحسن الله إليك وجزاكم الله خيرا، هنالك رجل شيخ من المتصوفة يقال له الحبيب علي الجفري، يظهر في قناة إقرأ والرسالة وغيرها من القنوات الفضائية. أحسن الله إليك، هذا الرجل يقول والعياذ بالله أن الولي يخلق الولد في رحم المرأة وهذه كرامة من الله، ويقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه غياثنا في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. وهذا الرجل بأسباب ظهوره في القنوات الفضائية واغترار بعض عامة الناس الذين لا يميزون، أحببنا يا سماحة الشيخ أن نطرح عليكم هذا السؤال لتبينوا لعامة الناس، وغفر الله لكم. غفر الله لنا ولكم وللجميع، أسأل الله العفو والعافية. هذا الجفري تقول حبيب، ليس حبيب، هذا بغيض. أقول هذا البغيض الجفري لا شك أنه يعني نسأل الله العفو، أقواله فاسدة، وقد سمعت به يعني من مدة، وما أدري يعني قوله إن الولي يخلق الولد هذا كفر بتوحيد الربوبية، نسأل الله العفو والعافية، لأن الخلق إن يعني الله خالق كل شيء. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لا يختر من مثل هذه الأقوال من يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام الله عليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال من بعض النساء تقول ما رأي فضيلتكم في الحبيب الجفري، وهل هو من أهل السنة والجماعة، حيث سمعنا من بعض هذه البلاد أو من في هذه البلاد من لا يرى بأس في الاستماع إليه، فأرجو أن تبينوا لنا عقيدته لأنه حصل ابتلاء عظيم بهذا الرجل. الرجل تحكم عليه أشرطته وكتبه، الرجل مبتدع خرافي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، هو خرافي، أشرطته موجودة بصوته كلامه، يستهزئ بأهل السنة وبأهل التوحيد، يسخر منهم. نعم. أفضل كذا سائل من الإمارات يقول كثر الآن من يتنازعون في أمر الجفري بين مدافع عنه ومحذر منه، فما نصيحتكم للجميع؟ وهل إذا حذر منه هل هذا يعد من الغيبة المحرمة؟ نرى أن الجفري صوفي، هو صوفي أشعري، بل إنها بل تجاوز بل يمدح أهل وحدة الوجود وغيرهم، وكذلك أيضا يرى جواز الشرك ودعاء الصالحين دعاء الأموات، هو مخرف قبوري صوفي أشعري، وهذا التحذير هذا ليس من الغيبة، وإنما هو من النصيحة، تحذير من الأشرار ومن أهل البدع والمضلين، هذا ليس من الغيبة ولكنه من النصيحة. استثنى. نعم.